مرحب بكم من جديد. هنطلع معاكم دلوقتي واحنا بنتكلم على ثوره يوليو. 67 عام مرت على ثوره يوليو 1952. هنروح معاكم المكان مرتبط بهذا الحدث الهام، وهو متحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وزميلنا من هناك محمد العارف. صباح الخير يا محمد. صباح النور يا محمد. محمد، يعني انت موجود دلوقتي في متحف جمال عبد الناصر، يعني لو قدرت تشرح لنا وتاخدنا في جولة معاك بالكاميرا وتشرح لنا المتحف بيحتوي على ايه، وكيف هو شكل المتحف وتزينه في الاحتفال بالذكرى 67 لثورة يوليو 1952. تمام. محمد، متحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هو في الأساس هو بيت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي يعني كان شاهدا على حقبة غاية في الأهمية من تاريخ مصر في القرن الماضي. هذا المتحف يعني هو يقع على مساحة 13,000 متر مربع، والبناية الخاصة بالبناء المتحفي هي 1300 متر مربع، والباقي عبارة عن جناين و مساحات يعني فارغه بالنسبه لبيت زعيم الراحل جمال عبد الناصر. المتحف فيه الدورين الخاصين به، بيضم تقريبا كل مقتنيات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بدايه من السياره الخاصه به، كذلك الاوسمه والنياشين، حتى المكتب الخاص به برسائله بتلغرافاته، جميع المتعلقات الشخصيه الشاهده على حقبة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكذلك أجواء ثورة يوليو ومادة فيلمية خاصة باندلاع ثورة 23 من يوليو عام 1952، والفرشة اللي بعدها، وتأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي، وعملية أرشفة غاية في الأهمية لجميع الأحداث اللي مرت بها فترة حياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حتى وفاته. يعني كل الدلائل وكل الشواهد موجودة في هذا المكان المهم. يعني في الحقيقة محمد، لمن لا يعرف أي شيء عن ثورة يوليو، عن حياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، يمكنه المجيء إلى هذا المكان الذي أصبح متحفا، وهو في الأساس كما قلت لك هو بيت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، نفس الأماكن التي كانت يعني تمارس أو كانت موجودة في حياة الرئيس جمال عبد الناصر، الجنينة الخاصة به، الغرف الخاصة به، ملابسه، الأوسمة، حتى البدل والكرافتات التي كان يفضلها، الكاميرات الخاصة به، حيث كان هو من هواة التصوير الفيديو والفوتوغرافي بشكل كبير. وللمزيد من التفاصيل محمد، يعني يسعدنا أن نستضيف الأستاذ محمد عادل، وهو مدير المتحف، ليطلعنا بشكل أكثر تفصيلا على مقتنيات هذا المكان المهم جدا في تاريخ وذاكرة الأمة المصرية. أستاذ محمد، صباح الخير. بالنسبة لمتحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، كنا حابين حضرتك تدينا يعني فكرة مبسطة للجمهور واللي حابب يجي يزور هذا المكان ليتعرف عليه بشكل أكثر تفصيلا وعن قرب من خلال حضرتك. هو طبعا المتحف تابع لقطاع الفنون التشكيلية وزارة الثقافة. المتحف كان اتعمل بناء على تطوير المنزل وفق مسابقة اتطرحت في 2008، فاز بها باشمهندس كريم الشابوري. كان الاساس التطوير او الهدف الاساسي من التطوير الحفاظ على الجزء اللي كان بيستخدم بمعرفه الزعيم، سواء مكتبه، الصالونات اللي بيستقبل فيها ضيوفه، غرفه النوم، المكتب الملحق به. هو طبعا بينقسم لثلاث اقسام. القسم الاول قسم المقتنيات، ده في بعض الهدايا التذكاريه واهم المقتنيات الخاصه بالزعيم. القسم الثاني حكايه شعب، ده بيبقى في سرد سياسي للاحداث اللي حصلت من بدايه تمهيد الثوره ما قبل 26 يناير وحرب 1948 لغايه قيام الثوره وتنازل الملك عن العرش. وبعدين بناخد بالتفصيل كده من اول 1952 تقريبا سنه بسنه اهم الاحداث اللي حصلت فيها لغايه ما نوصل للوفاه. طبعا هو الجزء الثالث زي ما اتكلمنا عليه ان هو الخاص ببيت الزعيم اللي بيستخدم بالاغراض الشخصيه بتاعته، بالحاجات اللي غرفه النوم بمكوناتها، بالمكتب بمكوناته زي ما هو.
المتحف ده بالنسبة للذاكرة المصرية وبالنسبة للإجيال اللي ربما لم تقرأ بشكل كبير عن فترة ثورة يوليو 52 وأهداف هذه الثورة العظيمة، ربما يعني بما تنصح الجيل الشباب لكي يأتي ويتعرف على جزء مهم من ذاكرة الأمة؟ طبعا هو اي متحف بيؤرخ لاحداث، سواء متحف احنا المتاحف عندنا في القطاع متقسمه لجزئين، جزء متاحف قوميه دي خاصه بالزعماء والادباء، والمتاحف الفنيه دي خاصه بالاعمال الفنيه والفنانين. اي متحف بيؤرخ لجزء من حياه صاحب المكان او صاحب المنزل، او حتى لو هو بيؤرخ لمرحله زمنيه سواء فنيه او تاريخيه. طبعا احنا بندعو الشباب ان هم يجوا للتعرف على جزء مهم جدا من الاحداث. زعيم جمال عبد الناصر هو بالفعل زعيم أمة، سواء الأمة العربية أو الأمة الأفريقية. لما يكون الشاب بيجي بيشوف بيته، شاف عايش ازاي، حتى أهم الأحداث اللي حصل ده طبعا بيزود ذاكرة الأمة وبينمي الوعي لدى الشباب الجديد. أستاذ محمد، كنا حابين نعرف أهم المواعيد بالنسبة لمواعيد المتحف، وهل هناك شروط تصاريح لازم يستبق استخراجها للمجيء، ام الزياره مفتوحه للجمهور بشكل عادي، والايام المفتوحه طوال ايام الاسبوع؟ هو المتحف بيفتح ابوابه لاستقبال الجماهير كل ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه والاثنين. مواعيد الزياره من 10 لغايه الساعه 3 في اي وقت، ما فيش اي تصريح الا لما يكون في افواج، بس على اساس ان هو تدعيم القوه او احتياطات الوجبه اللي اتخذها. اشكرك شكرا جزيلا يا فندم، ودائما في التوفيق وتفوق باذن الله. شكرا يا فندم. محمد، يعني كما قال لنا الأستاذ محمد عادل مدير المتحف، هو جزء مهم من ذاكرة الأمة، والأهم من ذلك وهو ما لاحظناه بأعيننا خلال تفقد هذا المكان المهم، هو المادة الوثائقية الموجودة داخل المتحف التي توثق كل مرحلة من هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر. والجزء الأهم الآخر وهو الخاص بالحديقة، وكذلك الأشياء التي كان يستخدمها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حتى الأشياء التي كان يستخدمونها أولاده في الحديقة وفي المنزل بشكل عام. هو منزل يعني يحاكي الواقع، يعني يعرف الزائر له كيف كان يعيش الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. بالتأكيد محمد، بالتأكيد محمد العارف، كنت معنا من متحف زعيم الراحل جمال عبد الناصر. أشكرك جزيل الشكر محمد، ويمكن بضم صوتي لصوت ضيفك. الشباب النهاردة أجازة، اللي عايز يروح يروح يشوف المتحف ويزور هذا الجزء من التاريخ المصري. بعد الفاصل أهم الأخبار الاقتصادية.